بسوسة واللي ما نستضيفوش على خلفية مهنته بل على خلفية تأسيسه بوصفه مؤسس ورئيس الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. وقديش نسمعوا في الموضوع هذا من ضحايا. خلينا نعرفوا بالجمعية هذه اللي هي قيد التأسيس وقريبا إن شاء الله تأخذ التأشيرة الرسمية للنشاط، ومؤكد أنها مش تقدم خدمات جليلة وكبيرة لمن هو في حاجة إليها. سي عصام مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير. أهلا وسهلا بك سي عصام. الجمعية هذه معناها مازال لها أيام قليلة وتأخذ شالها التأشيرة الرسمية، أعطينا عليها فكرة إن شاء الله. أولا من أود أن أشكر الأخت من ربح لهذه الاستضافة، ما عندي حتى مزية، وتحية خاصة لمستمعي إذاعة المنسير. عايشك، مرحبا بيك. الجمعية هي جمعية منها اسمها الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. هي جمعية صنفناها كجمعية خيرية، تكونت كما قلت تفضلت هذه الجمعية حديثا، ونحن بصدد الانتظار ممكن بعض الأيام، ممكن 3 أيام على أقصى تقدير، بصدد الانتظار الحصول على التأشيرة القانونية وإصدارها بالرائد الرسمي. الجمعية هذه لها أهداف، ونحب للسادة المستمعين نبين لهم الأهداف متاع هذه الجمعية ووسائل تحقيقها. أولا تعريف، نهتم بتعريف العام بمفهوم الأخطاء الطبية السعراء والهفوات الطبية والمضاعفات، لأن كل إنسان كما تعرفوا يمكن أن يقوم بهفوة أو بخطأ في عمله، وعلينا نتفهم جميعا أن ذلك عن غير قصد. مثلا إذا كانت هفوة طبية، خاطر ثم فرق كبير بين الخطأ الطبي والهفوة الطبية، يلزم الناس تعرف شنو الفرق هذا، يسمى انتيت نيونس في خصوص الهفوة الطبية. كما تعرفوا أن الناس الكل تخطأ، والخطأ ما يكون عن غير. ونحب من هنا بالمناسبة نذكر بآية قرآنية تقول من يقول تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم. في كلتا الحالتين، أي عند الخطأ وعند الهفوة للمريض، حقوق محفوظة. احنا نحب ان نعرف بها الحقوق هي المحفوظة. ثانيا من الهدف الثاني متاع الجمعية متاعنا هي التعريف بالشروط الأساسية للحكم على الأخطاء الطبية. خاطر إذا كما سمى الشروط ما نجموش نتكلم على خطأ أو هفوة طبية. إذن من الأهداف هي دراسة مشاكل الضررين من الأخطاء الطبية مع اقتراح الحلول القانونية وتوجيه المتضررين كذلك. رابعا من الأهداف هو توفير الاستشارة الطبية والقانونية، لأن هناك إذا كان قرر المريض في كلا الحالتين الاستشارة القانونية حاجة والاستشارة الطبية حاجة أخرى. في خصوص الاستشارة الطبية، يجب المريض أو المتضرر من خطأ طبي أن يقوم بالتشكي للإدارة مثلا أو يقوم بالتشكي للقضاء مثلا. في كلتا هذه الحالتين نريد أن نشير أن جمعيتنا هذه الجديدة هذه لا تتدخل في وزارة الصحة عند التشكي بها، ولا تتدخل أيضا في قرارات العدالة في خصوص من الخطأ. شنو هي مهمتها بالضبط مالا؟ مهمتها هي التعريف العامة بمفهوم هذه الأخطاء الطبية، التعريف بالشروط الأساسية للخطأ الطبي، التعريف دراسة مشاكل المتضررين من الأخطاء الطبية، ونقترح عليهم الحلول احنا القانونية وتوجيههم. يعني نقترح عليهم كذلك نوفر لهم الاستشارات الطبية والقانونية، كيفاش مثلا يحضر ملف طبي باش يعدي للإدارة إذا كان اعتزم أنا عنده مهنية في تشكي للإدارة.
أنا البارح وأنا نحكي معاك سي عسام قلت كيفاش سي عسام العامري هو متفقد الجهوي للصحة وهو في نفس الوقت معناها يحاول أن يأخذ على عاتقه الدفاع عن ضحايا التضررات الطبية في نفس الوقت معناها هو بوجه أو بآخر هو يمثل الإدارة وهو في نفس الوقت ينتصر لمن يتضرر من الخطأ الطبي. هذا سؤال ذكي جدا، مشكرك على هذا السؤال. أنا في موقعي موقع عملي أنا مطالب أمام الله وأمام الإدارة وأمام الناس أن أقول الحق، وهذا معناها كيفاش يقولها ثم ناس الناس ما تحبش منات ما تحبش يعني منها تسمع الحقيقة. جاءنا ربي يقول جاءناكم بالحق لكن أكثركم من الحق كارهون. احنا محناش مش نعملوا بلبلة وإلا الجمعية دي خيرية مش نرشدوا الناس. أنا من موقعي كطبيب معي بعض سلمي المؤسسين فيهم المحامي فيهم المدير المالي فيه رئيس مصلحة في طرقات السريعة الأخ ماهر الجيبة، هذوما مش نحاولوا نوجههم احنا ما هذا ما يسكن في ديبارمان يعني ما يتعرضش مع عملي كمتفقد جهوي. أنا دائما حريص على أن السكري ميديكال ديما محفوظ، وهذا علاش احنا ما ندخلوش كجمعية باش نقولوا للمرضى انت كيلزمك تشكي ولا هذا ما يلزموش يشكي، ولكن نحب نبين لهم ان في بعض الاحيان وكثرة القضاء خاصة القاعدة تنشر توا ضد الاطباء وضد الممرضين والممرضات في القطاع العام او في القطاع الخاص يخلينا ممكن نلقى حل انه بعض اكثر الاحيان نشوفها اني الناس ما تعرفش القوانين، ما تعرفش معنى خطأ، ما تعرفش معنى عفوة طبية. هذه يلزمها برنامج معنى اخر اخ نجم معنى نفصلوه ونجم معنى نتوسعوا في المشكل هذايا، خاطر ما تعرف معنى الاخطاء الطبية هي موجودة في العالم وكل احنا ما مش كان عند التوانسة بركة، في امريكا عشرات الآلاف يموتون سنويا من الأخطاء الطبية، في سويسرا وفي فرنسا وفي كل العالم في بلدان العالم. بل هذا الكلام هذا وفيما إحصائيات زادة من أجنبية في حكاية هذية وما نجموش نعرفه، ما نجموش نعرفه لا في تونس ولا في فرنسا، حتى الفرنسيين حتى الأمريكان ما نجموش يعرفوا قداش تم من أخطاء طبية في بلادهم وكيفاش الأخطاء الطبية تتعمل، على خاطر من الصعب أنك من خطأ طبي من الصعب جدا أنك تقول هذايا من 100% خطأ طبي. نعم، على كل حال احنا هذه فكرة أولية مؤكد اخذناها على الجمعية هذه، إن شاء الله نرجع بأكثر تفصيل لما تاخذ التأشيرة الرسمية.